بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم السبت الموافق 3 فبراير لعام 2024. يوم السبت هو استكمال لأجازة نهاية الأسبوع للمصالح الحكومية والقطاع العام، وأيضا أجازة نصف العام للأسبوع الثاني للمدارس والجامعات، وهذا بينعكس على الشارع المصري. يضاف إلى ذلك التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة الشديد في الساعات الأولى من الصباح الباكر والتي تصل إلى 8 درجة مئوية. كل هذا وذاك بيساعد على إحجام السادة المواطنين من السير في الشارع المصري، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر نظرا لسوء الأحوال الجوية. بحمد الله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة للتنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور محافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية، وبنسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وإيابا إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء أجازة نهاية الأسبوع، حيث تم تعزيز تلك الطرق بمجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات. أيضا داخل المحافظات القاهرة الكبرى تم تعزيز الخدمات بالميادين الهامة وأماكن المتنزهات وأبرزها الحدائق العامة والحدائق الخاصة والكافتريات والمولات ودور السينما والمراسي النيلية وممشى أهل مصر وكورنيش النيل، بهدف منع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية وإرشاد قائدي السيارات إلى أماكن وساحات الانتظار. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية، إرشاد قائدي السيارات إلى الطرق المحاور البديلة منعا لأي تراكمات أو كثافات مرورية بمناطق الأعمال. التقلبات الجوية لها تأثير مباشر على الحركة المرورية، حيث انها تؤدي الى طبقة حركة سير السيارات، وبالتالي تظهر بعض الكثافات المتحركة وخاصة اعلى الكباري. لذلك تم تعزيز اعلى الكباري بخدمات مرورية بالاضافة الى البيتش باجي للتعامل مع اي سيارة عطل مروري قد تؤثر على الحركة المرورية اعلى الكباري وتؤدي الى تراكمات مرورية. ابرز ما لدينا في نشرة اليوم: اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما، اي شهر، غلق شارع ذاكر حسين تحديدا في الوصلة من شارع عبدالله العربي اتجاه شارع محمد احمد السليم اتجاه انبي بسبب الاعمال الانشائية الخاصة بقطار المونوريل وانشاء محطة 4 لقطار المونوريل، وتم اجراء تحويلات مرورية بنفس الموقع، علامات ارشادية، علامات تنظيمية، ارشاد قائدي السيارات الى التحويلات المرورية في تواجد خدمات مرورية مكثفة، بالإضافة إلى تعزيزها بكاميرات المراقبة المرتبطة بشاشات العرض لمتابعة الحالة المرورية مع بدء العمل الرسمي للمصالح الحكومية اعتبارا من باكر الأحد، وأيضا مع بدء عودة الطلاب والتلاميذ إلى المدارس والجامعات اعتبارا مع بداية الأسبوع التالي. الحملات المرورية مستمرة على كافة أنواع المخالفات بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط ايقاع حركة سير السيارات. دائما وابدا في نهايه الفقره المروريه بالناشد لسادة قيادي السيارات الالتزام بقواعد اداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله رحله سعيده للمصريين.